هقولها تاني ان كورونا كذب، وكل ال7000 والارقام اللي بيقولوها دي كلها كذب، والعالم كله بيكذب. مفيش كورونا، مفيش مرض، مفيش وباء، كل ده لعبة اقتصادية بحتة ونوع من السيطرة، يشوفوا قد ايه هيسيطروا على الناس. ويغذي عقلك بقى بحاجات زي هشام سليم كده، ان بنته تتحول لراجل، وانت بقى تقعد تسقف لهشام سليم لانك بتحب هشام سليم ان هو عمل كده وساعد بنته. هي بنت هتفضل طول عمرها بنت من جوه وعلى هيئة رجل، ونفس القصة لو تحول ست الراجل او راجل لست. فانت بتشجع قوم لوط يعني، ده لما هي هتتجوز بنت كده ده قوم لوط. فايه، فهو قوم لوط متحكمين دلوقتي في العالم عن طريق امريكا، وهم اللي عاملين اللي هي الكورونا دي، وبيغذوا عقلك بقى، مانعين الصلاة في الجوامع، مانعين حتى الأذان، مانعين حتى حي على الصلاة حي على الفلاح، ومسخرة في التلفزيونات. هو ده اللي عايزينه في الشعوب الإسلامية. يعني هو الغرض خراب اقتصادي وسيطرة على الشعوب، ان انت دول شياطين يعني، فعلا دول شياطين الأرض وفي كل حتة. يعني مش هقول أمريكا بس، لا الصين وروسيا ومصر وإسرائيل وكل الدنيا. فما تطبلش لكل حاجة تشوفها عشان بيستخدموا مثلا واحد محبوب زي هشام سليم. ده قوم لوط، ده شذوذ. بنته نور دي طب ما كانت أخدت هرمونات أنوثة ورجعت نفسها عادية، بدل ما تاخد هرمونات ذكورة. هي كل شهر هتفضل تاخد هرمونات، عمرها ما هتخلف زي ما الراجل ما بيخلف. دي بقى قصة تانية، انها تاخد حيوانات منوية من حد تاني وتلقحه للبنت اللي هتتجوزها، وده بقى يعتبر زنا كمان. شوف قد ايه الطب مستخدم في كل فحش، في كل فساد. ربنا ينتقم منهم الأطباء. وجريمة مستشفى كليوباترا هي أكبر دليل على إنه الأطباء استخدموا من جهات استخباراتية، هي بقى اللي عاملة كل اللي احنا فيه ده.